عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم فقرتنا مع الأستاذ إبراهيم جاد المحلل الرياضي. عودة لحضرتك مرة تانية أستاذ إبراهيم، وعايزة أروح معاك لمباراة القمة، أعرف منك تعليقك إيه على المباراة، ومن وجهة نظرك المباراة دي ممكن تمشي في صالح مين؟ هي مباراة الأهلي هيبقى عايز يخليها احتفالية بشكل ما، أنه حسم الدوري قبل المباراة، فعايز يبقى اللقطة الأخيرة أنه بيفوز برضو بمباراة القمة، فيبقى ختام الموسم بشكل كويس، لأن في النهاية بتبقى النهاية دايما بتفضل في ذاكرة المشجع عن الموسم. فالأهلي عايز ينهي الموسم الناجح دون بالفوز بمباراة القمة عشان يفضل عالق الموسم في الأذهان. يعني مارسيل كولر المباريات الأخيرة متأثر شوية برحيل حمدي فتحي، لسه مش لاقي البديل المناسب من جوه الفرقة ان هو يعوض حمدي فتحي داخل ارضيه الملعب، بيحاول يلاقي دون في الكندوسي في بعض المباريات، محمد مجدي قفشه في مباريات تانية مأثر عليه برضو ان غياب عمرو السوليه بسبب الاصابه مخليه مش قادر يستعين بيه مكان حمدي فتحي، فده عامل شويه تذبذب في اداء الفريق. وهو نفسه في المؤتمر الصحفي برضو اتكلم في نقطه تانية، وهي خلق دوافع جديده للعيبه، ان هو مش قادر يخلق دوافع جديده للعيبه تحديدا بعد ما حقق الفريق بطوله دوري ابطال افريقيا، كمان مع تحقيق بطوله الدوري بشكل رسمي، خلق دوافع جديده ده هيبقى التحدي الكبير قدام مارسيل كولر قبل مباراه القمه. الناحيه الثانيه اسوريو عايز يثبت ان هو ماشي على الطريق الصحيح مع نادي الزمالك، الفوز بمباراه القمه هيدي ثقه لكل افراد نادي الزمالك، للمدير الفني وللاعبين. الزمالك بيتحسن في المباريات الاخيره تحديدا على المستوى الهجومي، ماتش القمه هيدي يعني هيمضي ورق اعتماد اسوريو مع جماهير الزمالك ومع نادي الزمالك ان هو يقدر يفوز، هيبقى هيشتغل على ارض صلبه شويه بعد كده ان هو يقدر يطلب الطلبات اللي هو محتاجها في الميركاتو، يقدر يكون الفريق. خساره القمه هتدخله في مرحله شك جديده مع جماهير نادي الزمالك، هيبدا الشكوك هل هو المناسب ان هو يكمل مع الزمالك بافكاره شويه الثوريه في الكوره يعني، ولا الفريق مش جاهز للافكار دي ومحتاجين مدير فني واقعي اكتر من كده. فهي نقطه ان الاهلي عايز يثبت ان هو الافضل وينهي الموسم بالشكل الافضل ليه، يفضل في ذاكره المشجعين. والناحيه الثانيه اسوريو حابب ان هو يثبت امكانياته وان هو احق باداره نادي الزمالك، وان القادم هيكون افضل معاه مع توفير الاوراق اللي هو محتاجها والامكانيات اللي هو محتاجها مع اللاعبين. طيب لو رحت معاك للمراكز، من وجهة نظرك شايف ممكن ليه النادي الأهلي عايز يدعم بعض المراكز وتعاقد مع مصطفى فتحي رغم أنه عنده بيرسي تاو؟ خلينا نتكلم ان في ايه الفروقات اللي ما بين مصطفى فتحي وبيرستاو. بيرستاو لاعب منظومه اكتر من مصطفى فتحي، لاعب بيقدر المدير الفني يستعين بيه ضمن المنظومه انه يقدر يحوله دايما من جناح يدخل لعمق الملعب، يعمل دور صانع الالعاب او المهاجم الثاني لما تكون الهجمه مع النادي الاهلي، لاعب دايما بيتحرك في انصاف المساحه اللي ما بين قلب الدفاع والظهير اللي جنبه ويطلب الكره في المساحات دي، زي ما شفناها في مباراه الوداد في النهائي وسجل منها هدف. هو دايما لاعب جوه المنظومه، عنده امكانيات فنيه وفرديه كويسه في المواجهات المباشره، لكن مصطفى فتحي في موقف واحد على واحد لاعب اقوى، لاعب عنده حلول فرديه اقوى، وده الاهلي بيكون محتاجه في بعض المباريات تحديدا لما بيقابل فرق متكتله دفاعيا، بيبقى محتاج لاعب عنده واحد على واحد يكون اقوى، لاعب عنده الامكانيات الفرديه اكتر. مصطفى فتحي اكتر فاعليه من بيرستاو، اكتر محاولات على المرمى من بيرستاو، بيحاول على المرمى بشكل اكبر، بيسدد اكتر من بيرستاو تقريبا ضعف عدد تزيدات بيرستاو، مسجل اهداف اكتر من بيرستاو كتير على مدار الموسم. وصول مصطفى فتحي مع وجود بيرستاو هيدي تنوع اكتر لمارسيل كولر، سواء في مركز الجناح ان هو يعتمد على واحد فيهم في مركز الجناح، وفي اوقات تانية هيدي له مساحه او تنوع ان هو في بعض المباريات لو الاهلي متاخر في النتيجه او مش قادر يحقق الفوز امام فرق متكتله ان هو ممكن يدفع بمصطفى فتحي كجناح ايمن، وممكن يزق بيرستاو ان هو يبقى مركز 10 او مهاجم تاني، خصوصا ان بيرستاو بيجيد في المركز ده واظهر امكانياته اكتر من مره، فهيدي المدرب تنوع اكتر، خصوصا مع مستوى طاهر محمد طاهر اللي ختم بيه الموسم، تراجع كبير في المستوى، فما بقاش قادر مارسيل كولر يعتمد عليه بشكل كبير. فبالتالي مصطفى فتحي هيدي تنوع مع بيرسي تاو، سواء واحد فيهم هيلعب على الجناح او ان الاثنين يبقوا موجودين في ارض الملعب، وزي ما بيقولوا في الكوره الملعب يستحمل الاثنين مع بعض، خصوصا ان بيرسي تاو صحيح عنده تنوع في الادوار ويقدر يقوم باكتر من دور. هنشوف لسه الموسم والكلام رايح جاي طبعا، في انتقالات كتيره جدا وفي بعض الصفقات المفاجاه، ولكن ده هنتابعه طبعا ان شاء الله بدايه من الموسم القادم. استاذ ابراهيم سعداء جدا بوجودك معانا، الوقت عدى معاك سريعا، وان شاء الله الحلقات اللي جايه يكون لنا حديث مطول في العديد من الملفات. شكرا جدا استاذ فرح.